أما بعد فنبدأ درسنا هذا الصباح بإذن الله وتوفيقه. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قلتم أحسن الله إليكم، ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. رفع الله تعالى الحرج عن أصحاب الأعذار وهم الأعمى والأعرج والمريض، واختلف في المعنى الذي رفع الله فيه الحرج عنهم في هذه الآية، فقيل هو في الغزو، أي لا حرج عليهم في القعود عن الغزو لضعفهم وعجزهم، فيكون قوله ولا على أنفسكم مقطوعا من الذي قبله على هذا القول، كأنه قال ليس على هؤلاء الثلاثة حرج في ترك الغزو، ولا عليكم حرج في الأكل. وقيل الآية كلها في معنى الأكل، واختلف الذاهبون إلى ذلك، فقيل إن أهل الأعذار كانوا يتجنبون الأكل مع الناس لئلا يتقذرهم الناس، فنزلت الآية مبيحة لهم الأكل مع الناس. وقيل إن الناس كانوا إذا نهضوا إلى الغزو خلفوا أهل هذه الأعذار في بيوتهم. وقيل إن الناس كانوا إذا نهضوا إلى الغزو خلفوا أهل هذه الأعذار في بيوتهم، وكانوا يتجنبون أكل مال الغائب. فنزلت الآية في ذلك. وقيل إن رفع الحرج عن هؤلاء الثلاثة في كل ما تمنعهم عنه أعذارهم من الجهاد وغيره. ثم قال تعالى ولا على أنفسكم، فعلي تعالى في سورة الفتح ليس على الحرج ولا على المريض الحرج وبيطيل على رصيد خجلوك، لكن في الغزو بعد أن ذكر الغزو قال ليس على الحرج ولا على المريض الحرج ولا على المريض الحرج سورة الفتح. نعم مثل هذا، نعم مثل هذه لفظها، لفظها مثل هذه. عندك الآية في سورة الفتح؟ نعم أحسن عليكم. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. في سياق الغزو بعد. نعم. في خلاف هناك؟ لا، لفظها هو نفسه أحسن عليكم. لفظها هو نفسه إلى قوله ولا على المريض حرج، لكن في سورة الفتح بعدها ومن يطع الله ورسوله. في خلاف هناك في تفسيرها أحسن الله. نعم، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قال اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون، لا هذا الآية السابقة أحسن الله. البغوي ما ذكر خلاف أحسن الله، قال البغوي قال ليس على الأعمى حرج، يعني في التخلف عن الجهاد. يعني في السر لازم كل مخلف من الأعراب سفرهم إلى قومهم بس شنية تقاتل ومسلم فإن تطيعوا، وقال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. طيب الآية هذه في شكل الحفظ آية النور. أحسن الله عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله اختلف المفسرون رحمهم الله في المعنى الذي رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض هاهنا، فقال عطاء الخراساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نزلت في الجهاد، وجعلوا هذه الآية هاهنا كالتي في سورة الفتح وتلك في الجهاد لا محالة.
كالتي في سورة الفتح. وتلك وتلك في الجهاد لا محالة. نعم يعني في يعني في السياق الجهاد. نعم أي أنهم لا إثم عليهم في ترك الجهاد لضعفهم وعجزهم، وكما قال تعالى في سورة براءة: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقيل المراد هاهنا أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات، فربما سبقه غيره إلى ذلك، ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه، والمريض لا يستوفي من الطعام كغيره فكرهوا أن يؤاكلوهم لئلا يظلموهم، فأنزل الله هذه الآية رخصة في ذلك، وهذا قول سعيد بن جبير ومقسم. وقال الضحاك: كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرا وتقززا ولئلا يتفضلوا عليهم فأنزل الله هذه الآية. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ليس على الأعمى حرج الآية، قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت أخته أو بيت عمته أو بيت خالته، فكان الزمنا يتحرجون من ذلك، يقولون إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم. فكان الزمنا أحسن عليكم. قال: كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت أخيه أو بيت أخته أو بيت عمته أو بيت خالته، فكان الزمنا يتحرجون من ذلك، يقولون إنما يذهبون بنا إلى بيوت غيرهم، فنزلت هذه الآية رخصة لهم. وقال السدي: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو أخيه أو ابنه فتتحفه المرأة بالشيء من الطعام فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثم، فقال الله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم، إلى قوله: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. نعم طيب رجعت أحسن الله عليكم. ثم قال تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أي من بيت الإنسان نفسه، وقيل بيوت أبنائكم لأن الابن كالأب ماله لأبيه، وفي الحديث: أنت ومالك لأبيك، أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، فلا حرج في الأكل من بيوت هؤلاء الأقارب، لأن العادة أن هؤلاء القوم تطيب أنفسهم بأكل أقاربهم. أو ما ملكتم مفاتحه، أي البيوت التي توكلون عليها وتملكون مفاتيحها في غياب أهلها. أحسن الله عليكم. قلت أحسن الله عليكم في قوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أي بيت الإنسان نفسه، وقيل بيوت أبنائكم. ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أي من بيت الإنسان نفسه، وقيل بيوت أبنائكم لأن الابن كالأب ماله لأبيه. أحسن الله إليكم. الشيخ السعدي قال رحمه الله على هذه الآية: وليس المراد بيت الإنسان نفسه، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل الذي ينزه عنه كلام الله، ولأنه نفى الحرج عما يظن ويتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورين، وأما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ السيد رحمه الله: وليس المراد بيت الإنسان نفسه، فإن هذا من باب تحصيل الحاصل الذي ينزه عنه كلام الله، ولأنه نفى الحرج عما يظن ويتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورين. ولأنه
أحسن، ولأنه نفى الحرج عما يظن ويتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورين. وأما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم. يعني ليس المراد أنها أن معنى الآية لا من بيوتكم أن من بيت الإنسان نفسه. الشيخ ابن عثيمين أحسن الله إليكم يرى العموم. أحسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن قد يقول قائل إن في آخر الآية ما يدل على أنه يراد بيوت الإنسان، أنه يراد بيوت الإنسان أيضا. وقوله ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا يكون نفي الحرج عن الأكل من البيوت من حيث كونهم جميعا أو أشتاتا لا لمطلق الأكل. فقوله من بيوتكم حمل المفسر الآية على أن المراد بيوت الإنسان على أن المراد ببيوت الإنسان بيوت أولاده، ونحن نقول لا مانع أن يراد بها بيته الحقيقي وبيت ولده. أحسن الله إليكم. أو صديقكم، لأن العادة جرت بأن الصديق يتسامر مع صديقه، فهؤلاء رفع الحرج عن الأكل في بيوتهم بدون استئذان لأن العادة جرت في التسامح في هذا، وأن هناك إذن عام. لكن لو وجد من عنده شح ولا يسمح فإنه لا بد من استئذانه. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، أي ليس عليكم إثم أو حرج أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين، فأباح لهم الأكل في حال الاجتماع والانفراد، لأن بعض العرب كان لا يأكل وحده أبدا خيفة من البخل، فأباح لهم الله ذلك. ولكن كونهم يجتمعون هذا أفضل وأولى، لأن بالاجتماع نزول البركة. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي إذا دخلتم بيوتا مسكونة فسلموا على من فيها من إخوانكم تحية من عند الله مباركة طيبة، حيوهم بتحية الإسلام السلام عليكم، وهي التحية المباركة الطيبة التي شرعها الله لعباده المؤمنين. نعم. الشيخ ابن عثيمين ذكر أن الذين ذهبوا أن الآية ليس على الآمى حرج ولا على الآرج حرج، أنها في الجهاد. قال أحسن الله إليكم: وقال آخرون المراد الجهاد، ليس على الآمى حرج يعني في ترك الجهاد، ولا على الآرج حرج في ترك الجهاد، ولا على المريض حرج في ترك الجهاد. قالوا: والدليل على ذلك أن الله ذكر بعد هذه الآية قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إلى آخر الآيات، فإنها في الجهاد، وتكون هذه الآيات مقدمة لذكر الجهاد. ولكن صدرت بها آية الأكل من البيوت المذكورة للتمهيد والتوطئة والتنبيه، لأنه إذا جاء كلام في غير محله المرتقب لا بد أن ينتبه ويبحث عن السبب، بخلاف ما إذا جاء الكلام على نسق واحد فإنه قد ينساب معه ولا تفهم المعاني. ومن فائدة الالتفات هو تنبيه المخاطب والسامع. فهنا إذن وضعت هذه الجملة: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، في هذا المحل، فقبل ذكر آيات الجهاد، ليتنبه القارئ حيث خرجت المسألة عما هو متبادر ومتوقع. يعني أحسن الله إليكم، قال الشيخ يعني خلاصة كلامه، قال الذين قالوا أن الآية في الجهاد استدلوا بها على أن قوله تعالى في الآية التي تليها: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كان ما هو الأمر جامع، أنها نزلت في الجهاد، فتكون هذه المقدمة. نزلت إيش؟ نزلت في الجهاد. تحية من عند الله مباركة طيبة، حيوهم بتحية الإسلام السلام عليكم، وهي التحية المباركة الطيبة التي شرعها الله لعباده المؤمنين،
ووصفها بالبركة لأنه فيها الدعاء واستجلاب المودة، ووصفها بالطيب لأن سامعها يستطيبها. يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي لأجل أن تعقلوا عن الله شرعه ودينه فتمتثلوا لأوامره وتجتنبوا نواهيه. ثم قال يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي لأجل أن تعقلوا عن الله شرعه ودينه فتمتثلوا لأوامره وتجتنبوا نواهيه. بسم الله عليكم. ما نذكر الحديث أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون. نعم. عندكم قلتم لأن بالاجتماع نزول البركة. ويتم الإيمان إلا به. يعني أحسن الله إليكم، نضيف الحديث أو أن في المطول. الدين. قلت ولكن كونهم يجتمعون هذا أفضل وأولى، لأن بالاجتماع نزول البركة، بركة في الطعام يعني. أحسن الله إليكم. نعم. نعم التفسير. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. آخر الآية ختم الآية فإذا وصل الآيات. يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي لأجل أن تعقلوا عن الله شرعه ودينه فتمتثلوا لأوامره وتجتنبوا نواهيه. السلام. ثم قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون أي الكاملون في الإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا جازما لا يخالجه شك ولا ريب، وإذا كانوا معه أي مع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر جامع يجمعهم من حرب أو نحوه مما فيه مصلحة للمسلمين لم يذهبوا أي لم ينصرفوا عنه حتى يستأذنوه، أي حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، أي هم المؤمنون حقا. أعاده مؤكدا على أسلوب أبلغ، فإن جعل المستأذنين هم المؤمنين عكس الأسلوب الأول، فإن جعل المستأذنين هم المؤمنين عكس الأسلوب الأول. وفيه تأكيد للأول بذكر لفظ الله ورسوله فيكون مصداقا ودليلا على صحة الإيمان. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، أي بالانصراف بحسب ما يرى، معناه إن شئت فأذن وإن شئت فلا تأذن. واستغفر لهم الله، أي لمن أذنت لهم من المؤمنين ليزول عنهم باستغفارك ملامة الانصراف، إن الله غفور رحيم، أي عظيم المغفرة واسع الرحمة. ثم قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم أي مناداتكم له كدعاء بعضكم بعضا أي كمنادات بعضكم بعضا. فنهاهم عن مناداته باسمه بأن يقولوا يا محمد أو يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. وقيل لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء بعضكم على بعض، فإن دعاءه مستجاب، فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا أي الذين ينسلون قليلا ويخرجون من الجماعة في خفية بغير إذن يستتر بعضهم ببعض. واللواذ هو أن يلوذ القوم بعضهم ببعض، يستتر هذا بهذا وهذا بهذا. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قد هنا للتحقيق. نعم. إشكالها طبعاً إنما الولاد إنما المؤمنون رسول الله قوله تعالى إنما المؤمنون أي الكاملون في الإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا جازما لا يخالجه شك ولا ريب، وإذا كانوا معه أي مع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر جامع يجمعهم من حرب أو نحوه مما فيه مصلحة للمسلمين لم يذهبوا أي لم ينصرفوا عنه حتى يستأذنوه أي حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله أي هم المؤمنون حقا. أعاده مؤكدا على أسلوب أبلغ، فإن جعل المستأذنين هم المؤمنين عكس الأسلوب الأول، وفيه تأكيد للأول بذكر لفظ الله ورسوله فيكون مصداقا ودليلا على صحة الإيمان. وفيه تأكيد للأول بذكر لفظ الله ورسوله فيكون مصداقا ودليلا على صحة الإيمان. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم أي بالانصراف بحسب ما يرى معناه إن شئت فأذن وإن شئت فلا تأذن. واستغفر لهم الله أي لمن أذنت لهم من المؤمنين ليزول عنهم باستغفارك ملامة الانصراف. إن الله غفور رحيم أي عظيم المغفرة واسع الرحمة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم أي مناداتكم له كدعاء بعضكم بعضا أي كمنادات بعضكم بعضا. فنهاهم عن مناداته باسمه بأن يقولوا يا محمد أو يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. وقيل لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء بعضكم على بعض، فإن دعاءه مستجاب، فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا أي الذين ينسلون قليلا ويخرجون من الجماعة في خفية بغير إذن يستتر بعضهم ببعض. واللواذ هو أن يلوذ القوم بعضهم ببعض، يستتر هذا بهذا وهذا بهذا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمره صلى الله عليه وسلم وسبيله وسنته أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم. قال الإمام أحمد الفتنة هي الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. لعله إذا رد بعض قوله أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. نعم يهلك فيهلك هلك يهلك فيهلك. لعله يهلك صلى الله عليه وسلم.
الله عليك. ألا إن لله ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وتصرفا. خلقا وإيجادا. خلقا وإيجادا وملكا أو ملكا وتصرفا عندنا وعبيدا. أحسن الله إليكم. تصح هنا في هذا الموضع خلقا وإيجادا وملكا وتصرفا وعبيدا. يعني تحذف أحسن الله إليك تحذف أن تظل ما هي إن الله ما في السماوات والأرض خلقا وإيجادا وملكا وتصرفا وعبيدا. نعم تبقى كما هي. نعم أحسن الله إليكم. وهو عالم بما أنتم عليه، ولهذا قال تعالى قد يعلم الله قد يعلم ما أنتم عليه، أي من الإيمان أو النفاق والإخلاص أو الرياء، وقد للتحقيق لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء منهم وسوف يجازيهم، ولهذا قال ويوم يرجعون إليه أي يوم القيامة فينبئهم بما عملوا أي يخبرهم بما فعلوا في الدنيا من جليل وحقير وصغير وكبير، والله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية، لأن الكل خلقه وملكه. في إثبات اسم العليم اسم العلم. أحسن الله عليكم. فسوف يجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد علم الله الذين فلاحظوا الذين خير أمره قد علم الله الذين سلمكم بوعده لا تدعوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نعم أحسن الله. كلام عليها في التفسير. نعم أحسن الله عليكم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم أي مناداتكم له كدعاء بعضكم بعضا أي كمنادات بعضكم بعضا، فنهاهم عن مناداته باسمه بأن يقولوا يا محمد أو يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا نبي الله يا رسول الله. وقيل لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء بعضكم على بعض، فإن دعاءه مستجاب فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا. قد يعلم الله الذين يتسللون. الله سبحانه وتعالى جميعا كلهم حق. نعم هو الحب حمال الوجوه إذا كان يحتمل الذين لا معنى هذا الأمرين، لا تجعل دعاء رسولك في النداء وكذلك لا تجعل دعاءه كدعوتي كدعوتي غيره. قول ابن عباس. نعم قول ابن عباس ليش ثاني كلاهما أو كلا أقول قولا. نعم حسن الله عليكم. ذكر ثلاثة أقوال ابن الجوزي. القول الثالث الذي لم يذكر عندنا حسن الله عليكم قال والثالث أنه نهي عن الإبطاء إذا أمرهم والتأخر إذا دعاهم حكاه الماوردي. الثالث أنه نهي عن الإبطاء. أنه نهي لهم عن الإبطاء إذا أمرهم والتأخر إذا دعاهم حكاه الماوردي. أحسن الله إليكم. والشيخ ميثمين يعني زاد المعنى هذا قال أحسن الله إليكم وقال آخرون المراد من دعاء الرسول أي دعاء الرسول إياكم فيكون المصدر مضافا إلى فاعله، أي لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضا، إن شئتم أجبتم وإن شئتم تركتم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إجابته فرض وعليه، فإذا أمرنا بأمر أو دعانا بأمر فإن إجابته فرض علينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، إن شئنا أجبنا وإن شئنا تركنا. وعلى هذا فيكون في الآية نهي عن ناصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بطاعته، ويؤيد هذا قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فإن سياق الآية يؤيد هذا القول. لو قيل بأن الآية شاملة المعنيين يجوز أو لا،
يجوز أن نجعلها شاملة للمعنيين، لأننا أسلفنا قاعدة في هذا، وهي أن الآية إذا كانت تحمل المعنيين بدون تناقض فإنها تحمل عليهما جميعا. أحسن الله إليكم. وقال آخرون المراد من دعاء الرسول أي دعاء الرسول إياكم، فيكون المصدر مضافا إلى فاعله، أي لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضا، إن شئتم أجبتم وإن شئتم تركتم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إجابته فرض، وعليه فإذا أمرنا بأمر أو دعانا لأمر فإن إجابته فرض علينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره، إن شئنا أجبنا وإن شئنا تركنا. قال وعلى هذا فيكون في الآية نهي عن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بطاعته، ويؤيد هذا قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فإن سياق الآية يؤيد هذا القول. يعني أحسن الله إليكم، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يؤيد القول الذي زاده الثالث اللي حفى عن تأخر. نعم أحسن الله. يقول إن قد يعلم الله الذي يتسلمكم لواذا، يؤيد سياق الآية يؤيد هذا القول. يعني يكون في الآية ثلاثة أقوال. طيب ممكن كلها محتملة هذا سورة. نعم ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم، يعني الملاذات ملاذات، لا تجعلوا ملاذاتكم للرسول كملاذات بعضكم بعضا، قل سليه وقولك يا نبي الله يا رسول الله. ولهذا فإنه في القرآن الله تعالى ما خطب النبي اسمه، ما قال يا محمد، قال يا أيها النبي يا أيها الرسول، هذا تشريفه، يا إبراهيم وأيضا هذا، بخلاف الأنبياء السابقين فإن الله تعالى لهم يسمى قال يا إبراهيم وأيضا هذا، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، لكن الرسول ما جاء يا محمد، وإنما يا أيها النبي يا أيها الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمؤمنون عليهم يتأدبوا، وأن لا ينادوه باسمه، أو بمعنى لا تجعلوا دعوة الرسول كدعوة بعضهم، فإن دعوة مستجابة، أو لا تجعلوا الرسول تتأخروا في الإجابة، بل ينبغي المبادرة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وتأخر يعني الأمر إلى الأصل الأمر يفيد الفور، فالتأخر ينافي أصل الأمر، الأصل هذا الصحيح، هل الأمر بالفور أو ليس على الفور؟ المسألة السنية يختلف العلماء، قيل الأمر على الفور وقيل على التراخي. فقال انه الفور، انا الفور. نعم احسن الله اليكم. احسن الله اليكم. بعض المفسرين اذا فسر قوله تعالى يا ايها الرسول او مثله يقول اي يا محمد، وبعضهم ينكر هذا، ان يذكر هذا في التفسير. صحيح له وجه، ان الله تعالى ما خاطره باسمه. نعم في التفسير الميسر أحسن الله إليكم كانت هكذا يا محمد، ثم غيروها في الطبعات اللاحقة، حذفوا كل نداءات يا محمد في التفسير وغيروها بأي يا أيها النبي ويا أيها الرسول. وين في التفسير الميسر أحسن الله إليكم حذفوها في الطبعات اللاحقة، غيروها حذفوا شعر يا أيها النبي. نعم طيب حسن، لكن هذا جاء في حتى في تفسير الطبري يذكر مثل هذا، يقول أي يا محمد، قل لهم يا محمد. يعني أصلا ذلك التفسير يعني ورد أنه صوت ليس غيره، لكن بكل حال لا شك
التعد مع القرآن وأن يسلك الإنسان ما سلكه القرآن هو الذي يمره. نعم سب سمع أحسن الله إليكم. قلتما فنهاهم عن مناداته باسمه بأن يقول يا محمد أو يا ابن عبد الله، هل مثلها يا أبا القاسم؟ هل داخل في النهي؟ هذا تكريم، كل ما فيها تكريم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ناداه الرجل قال يا لم أعنك عليك، قال تكنوا تسموا باسمي ولا تكنوا بكليتي. الكلية فيها تكريم. رغم انها ليست مثلها مثل لجمع الاسم. نعم شيخ حصلك يا شيخ، حيا وميتا يا شيخ. ها حيا وميتا ولا بعد الموت شيء؟ بعد وفاة النبي زال المحذور. جزاك الله. نعم القاعدة يا شيخنا، إذا كان الآية تحمل معنيين بدون تناقض، إذا كانت تحمل معنيين وتحمل الآية تحمل عليهما لا مانع، لأن القرآن حمل معاني. نعم انتهت السورة. ها؟ انتهت السورة، نبدأ بسورة نعم المؤمنون. سم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. افتتح الله تعالى هذه السورة الكريمة بذكر فلاح المؤمنين الذين تحلوا بأصول الفضائل الجليلة التي بها تزكية النفس واستقامة السلوك، فقال تعالى قد أفلح المؤمنون أي قد تحقق فلاحهم في الدنيا والآخرة، والفلاح هو الظفر بالمطلوب الذي أعظمه رضا الله وجنته، والنجاة من المكروه الذي أعظمه سخط الله وناره، ونيط الفلاح بوصف الإيمان للإشارة إلى أنه السبب الأعظم في الفلاح. وإيش؟ ونيط الفلاح. يعني علق ربط. أحسن الله عليكم. والفلاح كلمة معروفة عند جامعة الخير كله، من أجمع كلمة قيلت في الخير فلاح، وفي النداء في الأذان حي على الفلاح حي على الفلاح. نعم ونيط الفلاح بوصف الإيمان للإشارة إلى أنه السبب الأعظم في الفلاح، فإن الإيمان وصف جامع للكمال لتفرع جميع الكمالات عليه. فإن الإيمان وصف جامع للكمال لتفرع جميع الكمالات عليه. والمؤمنون هنا هم المؤمنون الكمل الذين اتصفوا بهذه الصفات الجليلة التي وصفهم الله تعالى بها، ولهذا قال تعالى في وصفهم الذين هم في صلاتهم كلها فرضها ونفلها خاشعون أي لربهم سبحانه وتعالى. والخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. والخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل.
قال بعده والجمعية عليه ولا وجمعيته عليه وجمعيته نعم والجمعية كاتبين والجمعية عليه طيب والجمعية ماشي والجمعية عليه فالخشوع محله القلب وهو من أعمالهم هذا الخشوع والخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه فالخشوع محله القلب وهو من أعماله ثم تظهر آثاره على الجوارح بالسكون والطمأنينة والتواضع والإقبال على الصلاة وعدم رفع البصر أو الالتفات أو العبث الخشوع والخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل والجمعية عليه فالخشوع محله القلب وهو من أعماله ثم تظهر آثاره على الجوارح بالسكون والطمأنينة والتواضع والإقبال على الصلاة وعدم رفع البصر أو الالتفات أو العبث وعدم رفع البصر نعم نعم ثلاثة نعم وعدم رفع البصر أو الالتفات أو العبث نعم وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه أي لسكنت وخضعت الحديث الصحيح في ضعف ضعيف معروف أنه ضعيف موضوع مشهور ويروى بساعة التمرين يعني بساعة التمرين بدلوه في الحديث ما يذكره كلام ها في تخريج له أذكر في الشيخ الألباني يقول في كلام قال الألباني رحمه الله في سلسلة ضعيفة موضوع عزاه السيوطي في الجامع الصغير لراوية أو لرواية نعم الحكيم عن أبي هريرة قلت وصرح الشيخ زكريا الأنصاري في قلت قل الشيخ الألباني وصرح الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على تفسير البيضاوي بأن سنده ضعيف وهو أشد من ذلك فقد قال الشارح المناوي رواه في النوادر عن صالح بن محمد عن سليمان بن عمرو عن ابن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته وفي الصلاة فذكره قال الزين العراقي في شرح الترمذي وسليمان بن عمرو هو أبو داود النخعي متفق على ضعفه وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب وقال في المغني سنده ضعيف والمعروف أنه من قول سعيد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه وفيه رجل لم يسم وقال ولده فيه سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه وقال الزيلعي قال ابن عدي أجمع على أنه يضع الحديث طيب ويروى بدأ ويروى سؤال ثبيت ويروى في الحديث بدأ الحديث ها نعم نعم أول يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الحديث نعم أحسن الله إليكم نعم يعني والنظر الى وجه الكريم الذي اعظمه رضا الله من رضى الله ودخل الجنه فهو من يرى الله لكن تضعف لكن الذي اعظمه رضا الله وجنته وجنته والنظر الى وجه الكريم وينبغي ان يقدم النظر لانه اعظم من الله هو النظر الوجه لكن رضا كلمة عامة نعم. لكن النظر يكون بعد الرضا ها؟ أليس النظر يكون بعد الرضا؟ بعد الرضا صحيح نعم نعم حسنا عليك وأصل الخشوع في الصلاة واجب لا يقدر الله بس النظر الوجه الكريم إضافة نعم النظر الوجه الكريم نعم إضافة
ودخول الجنة بنظر وجهك. نعم أحسن الله إليكم. وأصل الخشوع في الصلاة واجب لا بد منه، وهو لب الصلاة وروحها، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، فإذا أتى المصلي بقدر من خشوع صحت صلاته. طيب إذا لم يخشى البتة؟ نعم. إذا لم يخشى، لم يخشى بطلت مثل ما بطلع إذا لم يخشى وقال لا تصح الصلاة إذا فقد الخشوع. نعم. لكن هل يطالب بإعادتها؟ نعم. إذا صرح بهذا؟ بعضهم قال كهذا، لكن المعروف أن الصلاة صحيحة. صحيح. نعم. نعم. والعبد قال أحد أحسن مريض من الله. نعم. هل قال أحد أن الخشوع ركن في الصلاة؟ ليش؟ أن الخشوع ركن في الصلاة، أن لا تصح الصلاة إلا به؟ نعم. أظن قبلك من قال نعم. نعم. لا بد الخشوع في الحديث الذي قال من ينصرف من صلاته ولا يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو عشرها. نعم. لكن لم يأمر بالإعادة. ها؟ لكن لم يأمر بالإعادة. بالإعادة لكن لأن الذي لا الحد إلى العشر. نعم. لأن ظاهر النص أن ظاهر النص في موضوع أن المسيء صلاته هو الذي أمر، يعني من أنقص الصلاة ظاهر المسيء صلاته هذا ساء في الأركان. نعم. في نعم. الأصل الأصل صحيحة، لكن لا ثواب له إلا بقدر الخشوع. الله المستعان. نعم أحسن الله عليكم. وأصل الخشوع في الصلاة واجب لا بد منه، وهو لب الصلاة وروحها، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، فإذا أتى المصلي بقدر من خشوع صح صلاته. والعبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. فإذا أتى العبد، فإذا أتى المصلي بقدر من الخشوع صح صلاته. يعني هنا كأن مفهوم مخالف فيها أنه يعني لكن مش بعده. بعدها والعبد دخل في يعني في شيء جديد. والعبد في ليس له من صلاة إلا ما عقل منها وخشع ربه فيها. فإذا أتى المصلي بقدر من الخشوع صحت صلاته. والعبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها وخشع ربه فيها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وليس له فينبغي بدل العش ولا يجب ولا يجب. نعم. ينبغي. نعم. وأصل الخشوع واجب لا بد منه، ورب الصلاة. نعم. وإذا أتى المصلي بقدر من الخشوع صحت صلاته. والعبد ليس له من صلاة إلا ما عقل منها وخشع ربه فيها. لكن فقط هي العبارة: فإذا أتى المصلي بقدر من الخشوع صحت صلاته. خلافها إذا لم يأتي من الخشوع البتة يعني خلافها بطلت صلاته. إذا أتى العبد، إذا أتى المصلي بقدر من الخشوع صحت صلاته. هل في حل نص على هذا؟ وهذا الإشكال. شوك فسرين. المعروف أن الثواب خشوع ترتب عليه الثواب، يترتب عليه الثواب، وأما صحة الصلاة فإنها تصح. شيخ أحسن لك يا شيخ، الذي مثلا يصلي ويدق على أحد الباب، هل يروح يفتح الباب ويرجع يكمل صلاته؟ نعم. مثلا تصلي في غرفتك، إذا كان الباب جهة القبلة فلا بأس، الذي فتح باب العائشة صلاة النفل يعني أصعب يصلي وحده مثلا. أما إذا كان في الصف ما يبغي له أو غير اتجاه القبلة. ها؟ أو في جهة القبلة. نعم. الصلاة واجب، المراد الطمأنينة. نعم. الأصل الخشوع في الصلاة واجب،
مراد أصل الخشوع الطمأنينة يعني. لأن الشيخ أمير الشنقيطي رحمه الله قال أصل الخشوع السكون، السكون والطمأنينة. يعني يكون على قولكم أصل الخشوع يعني واجب المراد السكون والطمأنينة. نعم اشكال عليك. قال أحسن الله إليكم وقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون أصل الخشوع السكون، السكون والطمأنينة والانخفاض، ومنه قول نابغة ذبيان رماد ككحل العين لأيا أبينه ونأوا كجذم الحوض أثلم خاشعي، وهو في الشرع خشية من الله تكون في القلب فتظهر آثارها على الجوارح. وقد عد الله الخشوع من صفات الذين أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما في قوله في الأحزاب والخاشعين والخاشعات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد عد الخشوع في الصلاة هنا من صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون الفردوس، وبين أن من لم يتصف بهذا الخشوع تصعب عليه الصلاة في قوله وإنها لكبيرة على الخاشعين. وبين أن من لم يتصف بهذا الخشوع تصعب عليه الصلاة في قوله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقد استدل جماعة من أهل العلم بقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون على أن من خشوع المصلي أن يكون نظره في صلاته إلى موضع سجوده. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء في الصلاة، فأنزل الله الذين هم في صلاتهم خاشعون، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر حيث يسجد. وقال صاحب الدر المنثور وأخرج ابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه. وأكثر أهل العلم على أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده ولا يرفع بصره إلا وخالف المالكية الجمهور، فقالوا إن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. واستدلوا لذلك بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قالوا فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء، وذلك ينافي كمال القيام. وظاهر قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام لأن المنحني بوجهه إلى موضع سجوده ليس بمول وجهه شطر المسجد الحرام، والجمهور على خلافهم كما ذكرنا. ثم تكلم على الفلاح، تكلم على وجوب الخشوع. نعم تكلم على أحسن الله لكم. العراقي في طرح التثريب قال وقد اختلف فيه يعني الخشوع هل هو سنة أو واجب، فحكى النووي في شرح المهذب الاتفاق على أنه سنة وأنه ليس بواجب، وفيه نظر، فقد روينا في كتاب الزهد لابن المبارك عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال لا يكتب للرجل من صلاته ما سهى عنه، وقد روي مرفوعا كما سيأتي. وأيضا ففي كلام غير واحد من العلماء ما يقتضي وجوبه، فقد قال إمام الحرمين إن المريض إذا لحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه سقط عنه القيام، فلقائل أن يقول لولا وجوب الخشوع لما جاز ترك القيام وهو واجب لأجله، ولقائل أن يقول إنما جعل الإمام ذلك حدا لما يسقط القيام من المرض، ولا يشترط في سقوط القيام عن المريض العجز عنه جملة، بل وجود المشقة كافية في سقوطه، فحد الإمام المشقة بما يذهب معه الخشوع. وذهب القاضي حسين إلى أنه إذا صلى مع مدافعة الأخبثين بحيث يذهب خشوعه أن صلاته لا تصح، مع اتفاق أصحاب الشافعي على أن مدافعة الأخبثين ليست مبطلة للصلاة. فإذا وصل ذلك إلى حد يذهب معه الخشوع بطلت على ما قاله القاضي حسين، فيقتضي وجوب الخشوع أيضا. ومما يدل على وجوبه ما رواه أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه صلى ركعتين فخففهما، فقال له عبد الرحمن بن الحارث يا أبا اليقظان أراك خففتهما، فقال إني بادرت بهما الوسواس.
وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يصلي الصلاة ولعله لا يكون له منها إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها أو سدسها حتى أتى على العدد. وقال أحمد: إني بادرت بها السهو. وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة في حديث مرسل: لا يقبل ممن عمل عملا حتى يشهد قلبه مع بدنه. ورواه أبو شجاع الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي بن كعب. وقد ورد أن الصلاة الخالية من الخشوع والتمام يضرب بها وجه المصلي. رواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس. واستدل على عدم وجوب الخشوع بحديث الباب إذ لم يأمرهم بالإعادة كما قال المهلب. حديث الباب الذي قال أن استدل به بعضهم على عدم وجوب الخشوع هو حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، لأني أراكم من وراء ظهري. يعني خصائص الخشوع واجب، وأصل الخشوع في الصلاة واجب لا بد منه. إيه، وقيل مستحب، وقيل مستحب خلاف. الشوكاني ذكر قال: وقد اختلف الناس في الخشوع، هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها؟ هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها؟ نعم. على قولين: قيل الصحيح الأول وقيل الثاني. وادعى عبد الواحد بن زيد إجماع العلماء على أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته، حكاه النيسابوري في تفسيره. قال: ومما يدل على صحة هذا القول الأول لعله الوجوب، نعم، قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن وتدبروا لا يتصور بدون الوقوف على المعنى. وكذا قوله: أقم الصلاة لذكري، والغفلة تضاد الذكر. ولهذا قال: ولا تكن من الغافلين. وقوله: حتى تعلم ما تقولون، نهي للسكران والمستغرق في هموم الدنيا المنزلة والمستغرق في من منزلته. لعله بقولي هذا الأصل يذكر القرآن. نعم، الأصل شرع وبقي مستحب. نعم، أحسن عليك. نعم. أصل الخشوع في الصلاة واجب لا بد منه وقيل مستحب، وهو لب الصلاة وروحها. فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح، فإذا أتى المصلي بقدر من خشوعه صحت صلاته. والعبد ليس له من صلاته إلا ما عقل منها وخشع عن ربي فيها، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وفي المسند مرفوعة: إن العبد لا يصلي الصلاة ولم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها حتى بلغ عشرها. وقد جاء في الأثر: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، فلا ترى أحدا خاشعا. وقد جاء في الأثر. فإذا أتى بقدر إيش من الخشوع صح صلاته. نعم، على الصحيح. على الصحيح، على المختار. نعم. فإذا أتى المصلي بقدر من خشوع صح صلاته على الصحيح. نعم. وتحصيل الخشوع في الصلاة له أسباب كثيرة، ومن أعظمها له أسباب كثيرة ومن أعظمها معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله، فإنها تورث في القلب خشية الله وتعظيمه وإجلاله، ومنها استحضار مقام الرب على عبده بالاطلاع والقدرة والربوبية. فخوفه من هذا المقام يوجب له خشوع القلب لا محالة، وكلما كان أشد استحضارا له كان أشد خشوعا. ومنها أن يسأل العبد ربه أن يرزقه الخشوع. أول علم يرفع الخشوع. جاء في الأثر بدأ صحة، هو يرفع الخشوع فلا ترى خاشعا.
نعم في صحة الأضرار. نعم رواه الإمام أحمد في المسند والنسائي في الكبرى عن عوف بن مالك, هو في سياق حديث طويل أحسن الله عليكم, حديث زياد بن لبيد قال هذا أوان العلم أن يرفع. هذا أوان العلم, هذا أوان إيش؟ أحسن الله عليكم. قال عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنظر في السماء ثم قال هذا أوان العلم أن يرفع, فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة, ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله عز وجل. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك فقال صدق عوف, ثم قال وهل تدري ما رفع العلم؟ قال قلت لا أدري. قال ذهاب أوعيته. قال وهل تدري أي العلم أول أن يرفع؟ قال قلت لا أدري. قال الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا. لكن هذه الجملة الأخيرة أحسن الله عليكم موقوفة على عوف بن مالك, حتى لا ترى أول ما يفقد الخشوع من صلاة الخشوع هذا مرفوعة. المذكور هنا وقد جاء في الأثر آخر الحديث موقوف أحسن الله عليكم على عوف بن مالك. طيب قالوا قد جاء في الأثر, خلاص قد جاء في الأثر, جاء عند الترمذي أحسن الله إليكم صححه الألباني. قد جاء في الأثر إيش؟ لكن مش قال الترمذي؟ أقرأ. قد جاء في الأثر, أقرأ. وقد جاء في الأثر أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع فلا ترى أحدا خاشعا. نعم ولا في الأثر إذن يحتمل نقول وقوف على ماش. نعم وقوف على من؟ على عوف بن مالك. نعم وهو وقوف على عوف بن مالك, وهو وقوف على عوف بن مالك. نعم عند الترمذي أحسن الله عليكم بإسناد آخر في اختلاف في إسناده, لكن جعل آخره من قول عبادة بن الصامت أحسن الله عليكم. قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت قلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء. قال صدق أبو الدرداء, إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس, الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. هذا حديث حسن غريب, ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث, ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان. وقد روي عن معاوية بن صالح نحو هذا, وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ايش وقد ايش اخر قرات هذا قول الترمذي احسن الله. قال هذا حديث حسن غريب, ومعاوية بن صالح ثقة عند اهل الحديث, ولا نعلم احدا تكلم فيه غير يحيى بن سعيد القطان. وقد روي عن معاوية بن صالح نحو هذا, وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن ابيه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا هو المختلص. نعم نعم أحسن الله إليكم. نعم وكلما كان أشد استحضارا له كان أشد خشوعا, ومنها أن يسأل العبد ربه يرزقه الخشوع, ويجاهد العبد نفسه على تحصيله بإقباله على صلاته وتهيئة نفسه قبل الصلاة بإزالة المشغلات التي تشوش عليه كمدافعة الأخبثين ونحوه. ثم قال تعالى في وصف هؤلاء المؤمنين المفلحين والذين هم عن اللغو معرضون, واللغو كل باطل وقبيح وعبث لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال, فيدخل فيه الشرك والمعاصي وما توجب المروءة تركه ولا يجمل فعله كاللهو والهزل أو الهزل
والكلام بما لا يعني ونحو ذلك. ومعنى إعراضهم عنه تجنبهم وتباعدهم عنه مباشرة وتسببا وميلا وحضورا. وسبب إعراضهم عنه ما فيه من الحالة الداعية إلى الإعراض عنه ولتنزيه أنفسهم منه ولانشغالهم بالجد من الأمور. ثم قال تعالى في وصف هؤلاء المؤمنين المفلحين والذين هم للزكاة فاعلون، قيل المراد زكاة النفس بتطهيرها وتنقيتها من دنس الشرك والمعاصي ومساوي الأخلاق والأعمال، لأن هذه السورة مكية، وزكاة المال إنما شرعت في المدينة، وقيل هي زكاة المال والمراد أصلها، لأن أصلها فرض بمكة قبل الهجرة كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. يلا سطر سطر نحسن عليكم. قالوا تعالى والذين هم الزكاة فاعلون، قيل المراد زكاة النفس بتطهيرها وتنقيتها من دنس الشرك والمعاصي. أحسن الله إليكم. قيل مراد زكاة النفس بتطهيرها وتنقيتها من دنس الشرك والمعاصي ومساوي الأخلاق والأعمال. إيش؟ أحسن الله إليكم. أيوة. قيل المراد زكاة النفس بتطهيرها وتنقيتها من دنس الشرك والمعاصي ومساوي الأخلاق والأعمال، لأن هذه السورة مكية. نعم. وزكاة المال إنما شرعت في المدينة، وقيل هي زكاة المال. نعم. إيش؟ زكاة النفس قيل زكاة المال بعده. نعم. والمراد أصلها، لأن أصلها فرض بمكة قبل الهجرة كما قال تعالى وآتوا حقه من حصاده. وأما مقاديرها وأنصبتها ومصارفها فإنما كان في المدينة. ويحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا، ولا شك أن تطهير النفس بأعمال البر. ولا شك أن تطهير النفس بأعمال البر ودفع زكاة المال كلاهما من صفات المؤمنين المفلحين. ثم قال تعالى في وصف هؤلاء المؤمنين المفلحين والذين هم لفروجهم حافظون، أي حافظون لها عما لا يحل لهم، ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى المحرم ومقدماته كالنظر واللمس ونحوهما، إلا على أزواجهم اللاتي ملكوا بالاستمتاع بهن بعقد نكاح صحيح والمباح لهم منهن أربع من الحرائر أو ما ملكت أيمانهم. أي من الإماء، ولهم ما شاء منهن بشرط أن تكون الأمة كلها في ملكهم، فلو كان لهم بعضها لم تحل، لأنها ليست مما ملكت أيمانهم، بل هي ملك لهم ولغيرهم. فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجان، فلا يجوز أن يشترك في الأمة في الأمة المملوكة سيدان. السلام عليكم. المقصود لا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة السيدان، يعني بالوطء، لكن لو اشترك فيها أحدهما يملك الوطء والآخر لا. السلام عليكم. لو اشترك في ملكها، اشترك في ملك الأمة، لكن أحدهما يملك الوطء والآخر لا. ليس له من يطاع إذا استقل بها. بسم
لأن الوطق السبب عن الحمد. نعم. قد لا يكون الشريك اللي هو ربه فيها. نعم. لو تشارك يعني الزوجة والزوج يصح هذا؟ في أي شيء؟ في ملكها؟ نعم. إذا أذنت له لا بس. الزوجة إذا أذنت فلا بس. هذا الكلام عليه. إلا على أزواجهم التي ملكوا التي ملكوا كلهم حافظين والذين هم بفروجهم حافظين أي حافظين لها عما لا يحل لهم ومن تمام حفظها تجنب ما يدعو إلى المحرم ومقدماته كالنظر واللمس ونحوهما إلا على أزواجهم التي ملكوا الاستمتاع بهن بعقد نكاح صحيح والمباح لهم منهن أربع من الحرائر أو ما ملكت أيمانهم أي من الإماء ولهم ما شاءوا منهن بشرط أن تكون الأمة كلها في ملكهم فلو كان لهم بعضها لم تحل لأنها ليست مما ملكت أيمانهم بل هي ملك لهم ولغيرهم فكما أنه لا يجوز أن يشترك في المرأة الحرة زوجا فلا يجوز أن يشترك في الأمة المملوكة سيدا أي على نعم فإنهم غير ملومين أي على عدم حفظ فروجهم منهن لأن ذلك هو الحق المأذون فيه والذي أباحه الله لهم بشرط أن يكون في محل الحرث وهو القبل فمن ابتغى أي طالب تمتعا بفرجه وراء ذلك أي دون ما أحل الله له من الأزواج والمملوكات كإتيان بهيمة أو زنا أو لواط أو استمناء بيد ويدخل فيه نكاح المتعة ونكاح المحلل والزيادة على أربعة من الحرائر فأولئك هم العادون أي المعتدون البالغون غاية العدوان على حدود الله المجاوزون ما أحله الله إلى ما حرمه نعم فأولئك هم العادون من ابتغى نعم ثمن ابتغى وراء ذلك نعم أي طالب تمتعا بفرجه نعم وراء ذلك أي دون ما أحل الله له من الأزواج نعم والمملوكات نعم كإتيان بهيمة أو زنا أو لواط أو استمناء بيد ويدخل فيه نكاح المتعة ونكاح المحلل والزيادة على أربعة من الحرائر والزيادة على أربعة من الحرائر فأولئك هم العادون أي المعتدون البالغون غاية العدوان على حدود الله المجاوزون ما أحله الله إلى ما حرمه والمراد بهذا الوصف مدحهم بنهاية العفة والإعراض عن الشهوات قال ابن القيم رحمه الله علق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه علق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه فلا سبيل إلى الفلاح بدونه وهذا يتضمن ثلاثة أمور أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين وأنه من الملومين ومن العادين ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم إيش؟ قال ابن القيم رحمه الله علق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه فلا سبيل إلى الفلاح بدونه وهذا يتضمن ثلاثة أمور أما من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين وأنه من الملومين ومن العادين ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك
قال تعالى في وصفها أولئك المؤمنين المفلحين والذين هم أماناتهم والذين هم زكاة فاعلين في القليل والذين هم زكاة فاعلون يا القول عنها البغوي ذكر قول واحد ما أشارف قال والذين هم زكاة فاعلون أي للزكاة الواجبة مؤدون فعبر عن التأدية بالفعل لأنها فعل وقيل نعم وقيل القول الثاني وقيل الزكاة ها هنا هو العمل الصالح أي والذين هم من العمل الصالح فاعلون. طيب عند التفسير التفسير ذكر القولين والذين زكاة فاعلون نعم قولان قيل الزكاة والذين نعم قول والذين زكاة فاعلون قيل المراد زكاة النفس وتطهيرها وتنقيتها من دنس الشرك والمعاصي ومساوي الأخلاق والأعمال لأن هذه السورة مكية وزكاة المال إنما شرعت في المدينة وقيل هي زكاة المال صلى الله عليك. إذن ذكر القول في التفسير القول أول زكاة النفس والقول الثاني زكاة المال والمراد أصلها في مكة لأن أصلها فرض في مكة بمكة قبل الهجرة كما قال تعالى وآتوا حقه من حصاده وأما مقاديرها وأنصباتها ومصارفها فإنما كان في المدينة. طيب بارك وفق الله جميعا طاعته وثبت الله جميعا وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.